يا واد تعال يا واد يا يوسف، اطلع لامك يا يوسف. يوسف تعال يا يوسف. يوسف انت كنت بتحب تروح تصلي العصر، تعال بقى يا يوسف. لا اله الا الله يا ابني، تعال العصر بيدي. لا اله. يوسف انت طولت خالص يا ابني. يا ابني تعال بقى يا ابني، شايف حبيبك محمد، اطلع بقى يوسف برد قلبي يا ابني. يا ابني تعال يا ابني، تعال يا ابني، غلبت الناس معاك. يوسف تعال يا يوسف. يا يوسف يوسف انت سامعني يا يوسف؟ يا رب. يا ابني تعالى بقى يا ابني، غلبت يا يوسف. استغفر الله العظيم، تعالى يا ابني نستودعك عند ربنا. يا ابني تعالى نستودعك عند ربنا يا ابني، تعالى لي بقى. تعالى يا يوسف ما تخافش من حد يا ابني. تعالى يا ابني استريح دريح. تعالى يا ابني استريح. تعالى يا ابني افتح بقى يا ابني. يا ابني ده انت جريت كتير قوي، ده انت قادلك النهارده 16 يوم يا يوسف. عمال تجري في البحر كله ده. يا ابني وانت ما تعبتش شيء. يعني امه طول المكان طول الوقت قاعده بتدعي هنا، احنا نحاول نقرب منها ونتكلم معاها، ربنا يصبرها ويقوي قلبها يا رب. ربنا يصبرك يا حاج يا ام احمد، ربنا يصبرك ويقويك. قولي لي ايه اللي حصل بقى، احكي لي بقى. هو يوسف طلع من شغله وصاي وجا بيغسل وشه، رجع لك اغسل وشه ورجع بقى ويطلع ويروح زي كل يوم. اول مره كسر منه ان هو يجي على البحر وشه، فبيشطب واخوه بيشطب جري، راح زحف اخوه وراح صعب منه اخوه، يول وراه وهو يول وراه يزحف اخوه، خد بعضيه وراح ماشي الدوامه، راح وحده فرح من اخوه، اخوه اتخبط في راسه كان هيروح التاني. راح طالع ووقف فضل يصوت يقول يا اخوي يا اخوي حد يغيثني ما حدش غايب، كسرح منه وراح امه ثلاث مرات، وقف رافع ايده يقول يا رب، هو بيخلص رافع ايده يقول يا رب. اتشهد قبل ما يخلص.